أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي قال بعد أن قالوا ذلك بعد أن أحسوا بأس الله، فنهاهم أن يركضوا وأن يهرولوا ليفوتوا العذاب، لأنه لا يمكن أن يفوت من عذاب الله فائت. فلما وجدوا أنفسهم هكذا لم يجدوا إلا أنفسهم ليقرعوها ويحكموا عليها بأنها تستحق ما حدث لها، فقالوا يا ويلنا. وقلنا النداء دائما ينادي الإنسان على أمر ينجد أو يحب، أما أن ينادي على ويل وعلى سبور فمعنى ذلك أنه يقول يا ويلي هذا أوانك فاحضر لي، لأني كنت ظالما لنفسي وأستحق هذا الذي حدث. قالوا يا ويلنا إنا كنا إيه، ولذلك هنا قال إيه، يا حسرة على ما فرطنا في جنب الله، يعني الحسرة جت لنا بسبب إن إحنا عملنا إيه، وقالوا يا أسف على إيه، على يوسف. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم، مش قالوها سرقة عواطف كده قالت مرة، لا دعالوها كده ايه تسبيح كل حي، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، كما يعزي المعذب نفسه بأنه يقول أنا أستحق لحلقي، أنا أستحق أنا أستحق كده. أزالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الحصيد هو المحصود، كان زرع كده ومرعرع ويثمر ومش عارف ايه، وبعدين انحصد بقى اسمه ايه حصيد. خامدين، والخمود من اوساط النار، النار التي كانت متأججة مشتعلة ملتهبة وبعد ذلك تخمد فتصير ايه ترابا، يعني تذهب حرارتها فتصير ايه. الحرارة اللي كانت عندكم في الجدل لرسول الله وفي العداوة له والشراسة والتعب بقت ايه، خمدت وانتهت، زي ما تقول واحد خبت بقى فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقنا قبلنا المثل الأعلى، لأن خلق السماء والأرض دي مسألة أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ده الناس بتروح وتموت وتيجي ومش عارف، والسماء قاعدة كده طوالي والشمس وقمر ونجوم فلك ماشي كده مظبوط وموزون ولا حاجة طول العمر الطويل دي ولا حاجة، والسماء غير عمد، دي مسألة يعني مسألة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ومش بس بيمتن به لأنها أعجب شيء، لا، لأنها مخلوقة لمن؟ السماء والأرض مخلوقة لمين؟ للناس. والأشياء الأخرى وما بينهما، هتاخد منها بقى الهواء، تاخد منها السحاب اللي بينزل المطر، وتاخد من الأرض الزروع والثمار، وهيجي في آية تانية وما تحت التراب، يعني وما تحت الثرى، يعني في سماء وفي ما أرض وفي بينهما وفي ما تحت الإيه؟ وفي ما تحت الإيه؟ الثرى. وفي فوق السماء بقى، يبقى في فوق الإيه؟ السماء التدبير الأعلى بقى، الله. يبقى إذا بيتكلم عن السماء والأرض لأن دي خلق عظيم، ومش بس خلق عظيم ومخلوق لكم. ليه؟ لأنك أنت لو نظرت إلى الكون ده كله، سماء وأرض وهواء وشمس وقمر ونجوم كله، عشان يعمل إيه؟ عشان يخدم الإنسان، كله بيخدم الإنسان، وإن كان بيخدم حاجة تانية تابعة فهي لتصب في خدمة الإنسان، برضه بيخدم الحيوان لأنه يعني بيتنفس وبياكل وبياكل وبيشرب، وأرضه بيخدم النبات لأنه بيديله الغذاء وبيديله المية وبيديله مش عارف ايه، لكن النبات بيخدم مين؟ الإنسان والحيوان، والحيوان بيخدم مين؟ الإنسان، الله. طب والإنسان بيعمل ايه بقى، شغلته ايه بقى، العواطل ليه؟ كل حاجة دونك لها مهمة، لها شغلة بتشتغلها، خلاص؟ الجماد له شغلة لأنه بيدي للنبات وللحيوان وليك، والنبات بيدي للحيوان ويدي ليك، والحيوان بيدي لك، يبقى كلها بتصب في مين؟ صب فيك انت. طب وانت بتعمل ايه، شغلتك ايه؟ كما قلنا ان لم تبحث لك عن عمل فانت اتفه من الحيوان وانت اتفه من النبات وانت اتفه من الجماد، يبقى لازم تشوف لك عمل.
وعمل يناسب السيادة على الأشياء دي كلها. ما دمت أنت سيد كده على دول لازم عملك يناسب السيد بقى. طب أنت سخرت دي لنفسك لنفسك ولا جات لك كده من الله؟ أو كان يجب أن تلتفت لمن سخرها الأقوى منك إليك. أنت لا تطول السماء ولا تطول الشمس عشان تقول لا أمشي كده ولا تعالي كده، ما تطولهاش. إنك لن تحقق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. طب سخرت لك دي ليه؟ مش كنت تبحث بعقلك كده وتشوف مين اللي سخرها؟ ده لازم اللي سخرها أقوى منك وإيه؟ أقوى منك ومنه. فأنا أخواني خالق السماء والأرض وخالق ما بينهم، أي وخالق كل حاجة بقى اللي هي أقل من السماء والأرض. كويس أوي. أنا خالقها لله. طب ده أنا خالقها علشانك. ولذلك يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك. كلام صح ولا لا؟ الواقع كده ولا لا؟ وخلقتك من أجلي. فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. ما تنشغلش بقى، أنت مملوك ليه؟ أنت مملوك ليه وهم مملوكين ليه؟ تشتغل بالمملوك ليك وتسيب المالك ليك. فلا تشتغل بما هو لك عمن إيه؟ عمن أنت له. نعم. طب خلق السماء والأرض ليك والحاجات دي كلها ليك عشان إيه إن شاء الله بقى؟ أولا لو أني ما تخلقتش الحاجات دي ما كناش نستدل على أن اللي وراء الأزياء دي قادر ولا عالم ولا على حكيم. إذن دي لإثبات صفات الجلال والجمال لله. واحد يدعي أنه شاعر يقول صفين الأسود اللي أنت قلته، ما تعرفش أنه شاعر لا بالأسود اللي تقدمها أنه بدعوة. إذن الخلق ده والإيجاد ده دليل على إيه؟ على صفات الكمال في الخالق، صفات الكمال في الخالق. كويس أوي. وده اللي عصفات الكمال هو خلقها لك وسبك انت تبرطع بها. أم قال لك لا، هو خلقها مقهورة مسيرة. يعني الشمس ما يجيش يوم يقول انا مش عاجبني الناس دول مش كويسين ما مش طالعة النهاردة، ما حصلش. المطر ما يقولش ده الناس دول ولاد ايه مش عارف ايه والله من سائل. الهوى يقولش ما مرش عليهم. كله بيمر على المؤمن وعلى الكافر وعلى الطائع وعلى العصر كله ماشي مسخر، لانه بالتسخير مش بالاراده، مش مختار. وانت مختار في ان تؤمن او لا تؤمن. شوف العظمه بقى، كلها مسخره وانت ايه مختار. يقول لك بقى انظر الى الكون وقسمه قسمين، قسم لا دخل لك فيه ابدا ولا تتمكن من ان تتدخل فيه، وشوف نظامه واستقامته وادابه، وقسم تتدخل فيه. تجد الفساد اللي في الكون كله من القسم اللي انت بتتدخل فيه، والقسم اللي ما تدخلش فيه ماشي. الشمس تجري لمستقر لها، والشمس حكم بعثبان، ولا الشمس ينبغي لا ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، والكل كل حاجه بتجري بامره وماشيه مظبوطه. بحيث انت لو جبت سنه من السنين اللي هي 365 يوم وبعد ذلك تيجي تعيدها تاني تشوف الشمس طلعت من اليوم الاولاني زي اليوم الاولاني، والثاني زي الثاني، والثالث زي الثالث، والرابع. ولذلك اللي بيعملوا نتائج عشان الاوقات يعمل نتيجه 33 سنه دوره فلك بس، وبعدين تتكرر تجيبها. ايه الضبط ده؟ ايه الانضباط ده؟ كمان الانضباط في الملأ الاعلى ده يجي احنا بناخد حساب ونيجي نقول لك في خسوف وفي كسوف الساعه كذا، ويبقى جزء حلقي وتمسك الساعه تلاقيها حصل. يبقى دليل على ايه؟ على ان المساله ماشيه بايه؟ ماشيه بنظام محكم ولا الناس تدخل فيه. انما تعالى بقى في اللي لنا فيه تدخل بقى، بنكيل لبعض ونوزن لبعض ونقيس لبعض ونمطر لبعض. شوف الدنيا بقى متلخبطه، وده يخبز عيش معجين، وده يعمل مش عارف لحمه منتله، وده يجيب لحمه كلاب. كل اللي فيه اختيار لنا فاشل ما لم يسر هذا على منهج الله. فإن سار على منهج الله استقام كما استقامت السماوات والأرض. يبقى إذن كل حاجة تشوفها عيب اعرف إن الإنسان انحشر فيه. عشان ربنا يقول أنت ما أنتش أمين على نفسك حتى. أنا الأشياء اللي أنا خالقها لك تعمل ما فيش حاجة فيها اختلت. وأنت كمنك مختار خليت لنفسك أنت، تعبت نفسك أنت. عشان تعرف إن المسائل لما تكون عندني تبقى أأمن. ولذلك أخذك من دنيا الأسباب إلى آخرتك. واخليك بقى تتنعم، لا تتعب ولا تشقى ولا تروح ولا تيجي وتشوف. لا انت كنت بتخدم نفسك، لكن انا لحد الاخر هخدمك واجيب لك تاكل وتشرب وتعمل مش عارف ايه وبتاع. هتشوف الفرق بين الاثنين.
يبقى إذن الله مأمون على إيه؟ على خلقه. فلو أنني شغلت بمن يملكني وهو الله لاستقامت لي الأشياء التي أملكها. طب إحنا مدام خلقنا السماء والأرض يعني كده بنلعب لعبة خلقهم بغير قصد؟ لا، ده قصد إنها تخدمك. وتخدمك ليه؟ لأن اللي يكفيني من خلقي إن واحد يشهد بأن لا إله إلا الله، مع أنه مختار كله شاهد بالاضطرار، إنما أنا عايز المختارين. إيه العدد؟ إن المختار اللي مختار يشهد أو ما يشهدش يختار لي، يبقى يكفي شوية قد كده يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. فما دام المسألة خلقت السماء والأرض على شارك، وانت خلقتك لك منهج افعل كذا ولا تفعل كذا، طب ان فعلت اللي فعلته تساب، وما فعلتش تعاقب، يبقى لازم اعاقبك واسيبك. طب تعرف ايه افعل ولا تفعل؟ منين تعرفني؟ من الرسل. ومن الرسل يعرفوها ازاي؟ بالكتاب. فأنا ما خلقتش السماء والأرض عشان ألعب، من خلقها لهذه المسألة. فلو كذبت من الرسل يبقى معناها مش هتعرف الأحكام، ومعنى مش هتعرفوا الاحكام مش هنقدر نسيب ولا نعاقب، ومش هنقدر نسيب ولا عاقب، نبقى خلقنا السماء والارض دي لعب بقى، ملوش ايه، ملوش غايه ولا له ايه، له وسيله. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذ، احنا نعمل اللهو نعمله لوحدنا، مش انتوا اللي تعملوه اللي دي، لا، لاتخذناه من لدنا الا كنا فاعلين. نقدر نعمل كل حاجه إن كنا فاعلين، إن كنا نفعل ما جمع. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. طيب إما نام عملوا لهو وعملوا لعب وبيقولوا السماء والأرض لعب، نعمل إيه؟ قال لهم دي مش هتستمر، هنخلي بس الباطل يزخرف شوية كده عشان نأخذه أخذ عزيز مقتدر، وبعدين نقذف عليه الحق. القذف والرمي بإيه؟ رمي بشروع على قذائف، رمي بإيه؟ بل نقذف بالحق على الإيه؟ على الباطل فيدمغه. فيدمغه ما انا بعرف خلاص كده. طب نعمل ايه بقى يا سيدي؟ يدمغه يعني ايه؟ قال دمغه اي اصاب دماغه. والدماغ ده اشرف حته، هو اللي فيه لان المخ ما دام سليم يبقى كل حاجه يمكن فيها، يقف القلب ويعمل له شويه تدليك، ما دام لسه لما انتهاش يبقى ممكن يعمل. ولذلك تجد عظمة الدماغ دي أقوى عظمة، لأنها بتحوي إيه؟ بتحوي المخ، والمخ ده هو ما دامت فيه حياة يبقى كل حاجة تكبر في الجسم. ولذلك لما يجي يقول لك موت الميكي وموت إيه ثاني؟ فلما يقول لك إن في حاجة تموت فالحركة والحس ينتهي، إنما لسه الأصل والخلية الأولى لسه فيها حياة، تقوم أنت تقدر تشغل دي آلة كده لحد دوكا ما إيه؟ ما يباشر مهمته، إنما دي مات وانتهى يبقى خلاص. المخ ده هو آخر ما يخدمه الجسم. الجسم يقعد يخدم نفسه، لما يجي ياكل الإنسان يقوم ياكل أكل يقضي طاقته الاحتراقية في العمل، واللي زايد ينعمل دي يترك، عشان لما تبقى الجوع لا تلاقيش اكل يبقى ليك مخزن ذاتي يقوم ايه يديك شويه غذاء من الدهن كده، غذاء اللي انت عايزه يديك. ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان لو تغير ميعاد طعامه يجيبوا له اكل بعد ساعتين يقول خلاص انا نفسي نصدف عن الاكل، مش بيقولوا كده؟ ليه؟ هو ما نصدفش، هو اتغذى، لانه لما بيت الاكل عليه ومش عارف ابتدى الاكل ايه يغذي نفسه من دهنه، خلص الدهن ياخد اللحم، خلص اللحم تبتدي العظم يدي للمخ عشان المخ ايه يفضل، لانه هو ده السيد يفضل. وبعد ذلك لما يجي اكل ثاني يبتدي الاعضاء تاخد حظها وهو الى اخره والى اخره. اذا كل شيء في الجسم بيخدم مين؟ بيخدم المخ. الانسان يخدم اعلاه والنبات يخدم اسفله. يقعد النبات ما لقاش ميه ولا اكل، يقوم الشواش اللي فوق دي تدبل، وبعدين الورق ينزل، وبعدين الفروع الصغننه تنشف، وبعدين الجذع يبتدي ينشف وينشف وينشف لحد فين؟ يفضل الجذع. ان جات له شويه ميه يبتدي ايه؟ يشب تاني.
يبقى الانسان من اعلاه والايه والنبات من ايه من اسفله. الحق لما كي سيدنا زكريا قال اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيئا، العظم ده اخر مخزن للقوت لانه يدي منه للمخ، لما ما يبقاش عنده حاجه بقى يبقى المساله خلاص الايه يبقى الايه انتهت، بل نخذفه بالحق على البطن. قال كلمه فيها دماغه. طيب دماغه يعني ايه؟ اصاب دماغه يعني السيد ما عادش لقومه بقى، انما لو نسيب حته تانيه يمكن يبقى فيها امل في الله. فاذا هو زاهق، زاهق يعني ايه؟ خارج بعنف. ولكم الويل، يعني ايها الانسان المغتر بلججه وعناده ووقفة العقل امام الاشياء ووقفة قلبه امام الجحود، كل دي كلها ايها الانسان احنا هنخذف بالحق على الباطل يقوم ايه يصيب دماغه، وما دام يصيب دماغه يطلع ايه زاهق، ولما يزهق تيجي لحسابنا بقى، الحساب بتاعنا اللي هتقول فيه لكم الويل، اللي قلت فيه يا ايه يا ويلنا لكم الويل مما ايه مما تصفون. تصفون هنا بمعناها تكذبون كذبا افترائيا. ازاي يعني تصفون تطلع كذب كده؟ انت تشوف واحد مثلا جميل بتقول ده وجهه يصف الجمال، يعني ان كنت عايز وصف للجمال ايه بص له، ده عينها تصف الحسن، يبقى كم عينه هي تديك صورة للايه للحسن. يجي القرآن يقول ايه وتصف ألسنتهم الكذب، وتصف ألسنتهم يعني عايز تعرف الكذب شوف كلامه بس، مش عايز اعرفك بالكذب الا انت تشوف كلامه. وتصف ألسنتهم الايه ساعة ما تسمع كلامه تعرف انه كذب، زي حديث خرافة بتاع زمان يقول ان كان عندي سحر اذا اطلقته وراء الزبر يمشي وراه، فاذا الظبي اتلفت كده السهم يروح وراه، قال يعني موجه صاروخ موجه بتاع زمان، وان راح كده يطلع وان طلع السهم يطلع وراه وان نزل ينزل وراه، قال السهم بتاعه يعمل عمليه كده. هو دلوقتي بيحصل كده حاجه زي كده، انما ده خرافه قال كده. ولذلك يقول لك حديث خرافه، حديث خرافه يعني ايه؟ واحد اسمه خرافه كان بيقول كده، يبقى كل كذب يسموه حديث ايه؟ حديث خرافه يا ام ايه يا ام عمي. طيب وتصف ألسنتهم الكذب، قال لك إذا أردت أن تعرف الكذب أنا لا أعرف لك الكذب وأنه قول لا يصادف واقعا، لا اسمع كلامهم بس تم تعرف كده كذب مكشوف ومفضوح، يقول لك دي كذبة إيه؟ دي كذبة مكشوفة كذبة مفضوحة الكلام ينم عنه. أي ما تصفون أي تكذبون كإيه؟ كذبا مفترا من إيه؟ من وتصف ألسنتهم الإيه؟ الكذب. ساعة ما يقولوا الكلمة دي تعرف إنهم إيه؟ كلهم كذبوا. ولذلك هناك يقول ايه تعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما اي ايه يكذبون كذبا مفترى. بل نكذب بالحق على الباطل فيظنه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يجي واحد يقول الله طب ايه اللي مخلي ما ربنا يخلي ليه الباطل ينمرض شويه وبعدين يجي الحق يموته؟ ما كانش ضروري. لا يقول لهم هم الابتلاءات تيجي ازاي؟ طب قال لك الناس لا تتعشق الحق الا ان رأت بشاعة الباطل. مش ممكن وانت تعرف الحق حلو ازاي؟ لما تشوف الباطل بيعمل ايه؟ تعرف ان الايمان كويس ازاي؟ لما تشوف الكفر بيعمل ايه؟ تعرف العدل حلو ازاي؟ لما تشوف الظلم يعني وبضدها ايه؟ بضدها تتميز الايه؟ الاشياء. الشعر لما قال ايه؟ فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنة والضد يظهر حسنه الضد. يبقى اذا احنا عرفنا جمال الحق بايه؟ بمشاعة الباطل، وعرفنا حلاوة الايمان ايه؟ بمرارة الكفر. يبقى لازم يوجد اي حاجة عشان تعرف الفارق بين ايه؟ بين الاثنين. وله من في السماوات والأرض، هو قال ده أنا خلقت السماء والأرض وما بينهما. طب دي ظرف، دي المظروف في بقى أرض ليه؟
وإن كان بعضه مختارا، وإن كان إيه بعضه مختار. ما معنى مختار؟ يا يأمن يا يكفر، يا يحسن، مش كده ولا إيه؟ أم قال لك لا، خد بالك أن الكل فيه صفات الاضطرار والقتل والقهر. لأن إن كان الإنسان مختار في أشياء اللي هي التكليفية فهو مقهور في أموره كلها، ملوش تحكم في يوم ميلاده ولا يوم وفاته، ولا تحكمش في يوم الوفاة، ولا تحكمش في الصحة، ولا تحكمش في المرض، ما تحكمش في العافية، ما تحكمش في الذكر، في حاجات كتير مقهور ليا فيه. يبقى ليا ولا مش ليا؟ طيب سايب له زاوية تكليفية كده يبقى مختار فيه. ومع ذلك اللي مضطر الاضطراريات في السماء والارض، ان اعرضنا الايه على ايه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها، قال لا ما لناش عملناش طاقه، خلينا مسخرين ولا حاجه ولا اختيار ولا العاج، مش عايزين انا دي اللي انت عايز ماشي. ام الانسان بعقله قال لا انا برضه احمل الامانه وابقى مختار، ده انا هوجهها توجيه كويس. قال له انت ظلوم وجهول، والله ما انت عارف ايه اللي هيحصل كويس كده. اذا فلما يجي يقول لك الكون المضطر ده ايه يعني مقمسته وخلقه مضطر ما يعمل الا ايه؟ يقول له اه ده هم مضطرين بالاختيار. يعني الاختيار استعملوه، لانه عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها. يبقى اختاروا ايه؟ يبقى اختيار برضه ولا لا؟ يبقى الكل خاضع لله اختيارا. نعم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. عنده ناس ما يستكبروش على عبادة زيكم كده ويكفروا ويعملوا بتاع، كان عايز عبادة يعني طوالي عندنا من ده كتير. ولا يستحسرون. ومن عنده اللي هو الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ولا يستحسرون يعني ايه؟ حسرة ضعف وكلف وتعب، ولذلك ايه؟ ثم ارجع البصر ايه؟ كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ضعيف عن انه يدرك، لان الضوء ايه؟ ضوء الشمس ايه؟ شديد. لما يكون الضوء شديد ما يخليكش تشوف الحاجة اللي قدامك. ولذلك لما تكون راكب سيارة وتيجي سيارة قدامك وتطلق النور على علاته تلخبط اللي بيسوق التاني، ما يقدرش يشوف. ليه؟ لأن الضوء الأصل فيه أنه لا يرى وإنما ترى به الأشياء، فما يبقاش قوي علشان يتعبك أنت. ولذلك لما تقعد تبص في السماء كده يصد إليك الطرف ضعيف، ما يقدرش على الإيه؟ على المسألة دي. فبقول إن الملائكة بيسبحون الله ولا يفترون عن التسبيح، ولا يستحسرون ما يضعفونوش ولا إيه؟ ولا ينو ولا يكل ولا يملوا. أيوه.